يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الترند. النهارده حلقه دسمه شويه، عندنا فيها اخبار كتير جدا مهمه سواء على الصعيد العالمي، واكيد الانجاز والاعجاز اللي بيحصل واللي كلنا كعرب بنعيشه دلوقتي، تاهل المنتخب المغربي الشقيق لنصف نهائي كاس العالم. يعني عندنا منتخب عربي افريقي بيلعب ماتش قبل النهائي فين؟ في كاس العالم. فده حلم هنعيشه مع بعض خلال الفتره الحاليه وعايشينه بشكل طبيعي جدا، وهنتكلم فيه وعن اسبابه وازاي كمان نقدر نوصل للمرحله دي، لان احنا نستحق والله العظيم، بس باداره صحيحه. يعني عندنا كلام كتير في الجزئيه اللي زي دي، وده بالتحديد في الشق العالمي. اكيد عندنا كمان اخبار على المستوى المحلي، وقبل كل ده هنرصد لحضراتكم كل الاستعدادات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري في بطوله الدوري، هذه المباراه المهمه في هذه البطوله المحليه اللي بينتظرها كل جماهير النادي الاهلي بشغف كبير، خصوصا بعد يعني خسارتها وعدم التوفيق اللي كان ملازم النادي الاهلي اخر موسمين. فبالتالي ان شاء الله باذن الله البطوله ترجع للجزيره مكانها الطبيعي باذن الله واحد احد. فبالتالي عندنا كلام كتير على مدار فقرات الحلقه المختلفه زي ما انتم متعودين مننا دايما، لكن اكيد بننتظر تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده. والسؤال في رأيكم بعد تحديد أطراف المربع الذهبي، من تتوقع أن يصعد للمباراة النهائية لكأس العالم؟ عندك ماتش المغرب مع فرنسا، يا رب المغرب بإذن الله، عشان بقى يبقى إعجاز غير مسبوق. هو اللي احنا فيه أصلا ده حاجة غير مسبوقة، يعني يوصل كمان نهائي كأس العالم المنتخب المغربي ليه لأ؟ سقف الطموح زاد، فأتوقع نتيجة الماتش دي الماتش ده قول لنا مين اللي ممكن يتأهل، فرنسا ولا المغرب؟ الناحيه الثانيه الارجنتين ولا كرواتيا؟ وهناخد تفاعل حضراتكم في الجزء الاخير من الحلقه زي ما انتم متعودين مننا دايما من خلال تواصلكم معنا على صفحات القناه المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستغرام. لكن البدايه دايما بتكون باهم وابرز العناوين، تعالوا نشوف. في ترند الاهلي، الاهلي وقع عقد الرعايه الثالث مع شركه جي ال سي. الفريق يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد. وأخيرا في ترند المونديال، أسود الأطلس تواصل الحلم في كأس العالم. طيب النهارده في ماتشات بقى، وماتشات قوية قوي، سيبك من كأس العالم والحاجات اللي زي دي، النهارده في ماتشات في الدوري، فأكيد الدوري برضو يا جماعة والله ليه طعم مختلف كده. يعني أكيد إحنا مستمتعين جدا بكأس العالم، ونفسنا كاس العالم ده ما يخلصش، وكان نفسنا ان هو ما يخلصش واحنا موجودين فيه كمصر يعني، لكن ما فيش نصيب. لكن في كل الاحوال الدوري، الدوري المصري، الكوره بتاعتنا احنا بنحب نتفرج عليها بسلبياتها بايجاباتها بكل حاجه. فالنهارده في بعض المباريات في بطوله الدوري، منها اللي اتلعب واللي بيتلعب واللي هيتلعب. فخلينا نتكلم على اول مباراه، مباراه المحله مع الداخليه. مباراه انتهت بفوز المحله بنتيجه 2-1 بهدف من ضربة جزاء، هدف الفوز يعني لمعاذ الحناوي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، فوقت قاتل يعني، وبأداء كويس كمان للداخلية عشان تواصل المحلة انطلاقتها الرائعة هذا الموسم، 4 انتصارات وتعادل وهزيمة وحيدة أمام النادي الأهلي في الجولة الماضية. فبصراحة نتائج جيدة جدا للمحلة، في المقابل الداخلية لسه الأمور مش متظبطة يعني. اما الماتشين اللي بيتلعبوا في نفس التوقيت اللي انا بكلم حضراتكم فيه، اول مباراه ما بين طلائع الجيش والمصري، ماتش حلو وقوي ده بالمناسبه، ابتدت المباراه من 3 دقائق تعادل سلبي، وسموحه مع مقاولين العرب في نفس التوقيت تعادل سلبي حتى الان. اما المباراه الاخيره النهارده في بطوله الدوري هي مباراه الزمالك مع بيراميدز، ماتش مهم جدا جدا وهيترقبه اكيد جماهير نادي الزمالك بحكم ان الزمالك بيلعب في نفس الوقت جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله الماتش يخلص تعادل، نقطه لكل فريق حلو قوي، عشان كل فريق يخسر نقطتين فيبعدوا عن النادي الاهلي اللي باذن الله واحد احد يكسب الاتحاد السكندري، فيبقى الفرق بدل ما هو 4 ما بين الاهلي والمنافسين الطبيعيين ليه على بطوله الدوري، المنافس الابرز اكيد نادي الزمالك وساعات كده بيراميدز، يبقى بدل ما هو 4 نقاط الفرق يبقى 6 نقاط ان شاء الله. بس الاهم يكون في تركيز في مباراه الغد بغض النظر عن مباراه اليوم ما بين الزمالك وبيراميدز، وماتش اكيد هيبقى ممتع رغم ان كعب الزمالك اعلى دايما على بيراميدز والزمالك بيفوز. دي مباراه هتكون الساعه 7، دي اهم وابرز المباريات في الدوري المصري او كل المباريات في الدوري المصري النهارده. لكن التفاصيل اكيد هتكون عندنا اكتر، وكواليس كمان مهمه هنتكلم فيها. نروح فاصل بس الاول، وبعد الفاصل نرجع نكمل في الترند. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الواحد بصراحة قمة في السعادة والفخر والفرحة بشكل كبير جدا بعد إنجاز المنتخب المغربي اللي فرحونا وشرفونا ورفعوا راسنا.
بأداء مبهر ونتائج رائعة وكل حاجة حلوة اتعملت في الكورة من خلالهم، ورفعوا سقف طموحاتنا كلنا كعرب وكمنتخب المغرب والشعب المغربي، وقالوا لنا ان يا جماعة مفيش حاجة اسمها مستحيل في الكورة، ومفيش حاجة اسمها ان مفيش منتخب افريقي ولا منتخب عربي يوصل نص نهائي. لا، حصل حصل. ليه؟ لان هم صدقوا حلموا وصدقوا الحلم بتاعهم واشتغلوا عليه بمنتهى الاخلاص والتفاني والضمير، منتهى الاخلاص والتفاني والضمير، عشان كده نجحوا ووصلوا. فاحنا بنحييهم كل التحيه وبنقول لهم انتم مشرفينا ومبسوطين بيكم جدا ومعيشيننا في حلم، والله معيشيننا في حلم. هات لي واحد قبل كاس العالم ما يبتدي او اي نسخه من نسخ كاس العالم على مدار التاريخ كان يتوقع ان منتخب عربي افريقي يوصل نص نهائي كاس العالم، ولا واحد اتحدى ولا واحد يتوقع حاجه زي كده. لكن ناس اشتغلت صح قدرت تحقق النتائج دي، ناس اخلصت واشتغلت بضمير، بالتالي الناتج كان كده، ودي جزئيه غايه في الاهميه. فبخلاف التحيه بتاعتنا للشعب المغربي والمنتخب المغربي، جهاز فني ولاعبين ومنظومه بالكامل، بنحييهم ونشكرهم على الحلم ده وعلى الاجواء الرائعه اللي بنعيشها دي وعلى المستويات المميزه اللي بيقدموها والروح العاليه والرجوله والاداء في الملعب. كل الكلام ده احنا يعني مش قادرين نوصف اللي جوانا من فرحتنا بصراحه. بصراحة يعني. وليه لأ ما يوصلوش نهائي كأس العالم؟ ما هو أنت كسبت بلجيكا، اتعادلت مع كرواتيا، كسبت البرتغال، كسبت أسبانيا، وما استقبلتش ولا هدف. الهدف اللي جه في مرماك في ماتش كندا اللي كسبتها بالخطأ في مرماك، يعني ما جاش ولا هدف في مرمى المنتخب المغربي، المنتخب الوحيد الموجود في نص نهائي كأس العالم ما جاش فيه جوان. فليه لأ؟ تقدر توصل نهائي كأس عالم. ليه لا ما نفكرش في كاس العالم؟ والله العظيم نقدر. هم الموضوع عادي يا جماعه، اصل هم بني ادمين واحنا بني ادمين. يعني الناس اللي في اوروبا دول والناس اللي بتنجح وتجيب بطولات وبتجيب انجازات وتروح نهائي كاس العالم، ما هو دول بني ادمين يعني مش زياده عننا ايد ورجل يعني. واحنا برضو بني ادمين، بس الفرق هنا، والفرق هنا في الضمير، في الشغل، في الاخلاص، في العمل، في التفاني، في الاجتهاد، هو الفرق في كده بس. فليه لا المغرب ما تاخدش كاس عالم؟ خلينا الاول في الخطوه اللي جايه نحلم معاهم ونشجعهم، وهنفضل وراهم بدعوات كل العرب، كل العرب وافريقيا بالتحديد للمنتخب المغربي بالوصول لنهائي كاس العالم على حساب بطل العالم المنتخب الفرنسي اللي اجتاز امبارح المنتخب الانجليزي بنتيجه 2-1. مش عايز انسى اسم حد في الناس دي، وليد الركراكي ده واحد يعني، ما هو هنا برضه هنتكلم في حاجات، هاجي لك برضه في الحته دي، بس خليني اشيد بس بالمنتخب المغربي الاول قبل ما اطلع اللي جوايا والنبي يعني. فبالتالي عندك ياسين بونو، ايه الحارس العملاق العظيم ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله؟ ايه الكور اللي انت بتشيلها دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ها؟ كل الناس الموجوده، رومان سايس، اشرف حكيمي، سفيان مرابط، ده عظيم، ده ما شاء الله لوحده، ده يلعب في اي حته في الدنيا. يعني ده انا عارف ان بعد كاس العالم ده مش كاس، ده دلوقتي الناس عماله تليفونات قد كده مع وكيل اعماله اللي هو بوس ايدك احنا عايزين نتعاقد مع الراجل ده. ماشي، املاح ما شاء الله عليه، اناهي، كل الناس دي، حكيم زياش، يوسف النسيري امبارح عمل ارتقاء وقفزه غير طبيعيه، عدت رونالدو، عدت رونالدو اللي الواحد حزين عليه طبعا كاسطوره كبيره، لكن فرحان اكتر للمغرب. سفيان بوفال اللي هيطلع من عيني انا شخصيا، حته لعيب، حته لعيب يا جماعه، وينج، يا نهار ابيض، حاجه كده جامده جدا يعني. فالناس دي بدر بنون، ابننا بدر بنون حبيبنا، بنبارك له، بنبارك له بدر بنون اللي شارك في الماتش اللي فات واللي قبله، ماتش اسبانيا كان مش موفق انه في ضرب الجزاء اهدرها، لكن النتيجه في الاخر المغرب صعدت. امبارح نزل ادى الدور على اكمل وجه، تمام. فبنحيي بدر بنون ونوجه له تحيه اهلاويه خاصه، وهو كان قدامنا في الصوره اهو قدامنا دلوقتي على الشاشه، تحيه خاصه جدا لبدر بنون، واحد أضاف النادي الأهلي حوالي سنتين وكان منتهى الإخلاص فيهم يعني. فيعني ألف مليون مبروك لنا كلنا كعرب ولأفريقيا وللشعب المغربي الشقيق على هذا الإنجاز غير المسبوق، وهم كتبوا التاريخ خلاص يعني، مش محتاجين إن هم كانوا يوصلوا حتى نص النهائي عشان يكتبوا التاريخ، هو التاريخ اتكتب من ساعة ما وصلوا ربع النهائي يعني، ومن ساعة ما تصدروا المجموعة وكل حاجة. لكن ده بخصوص المنتخب المغربي، تعالى لي بقى أنا كده، الله يبارك لك، لأن بصراحة مع كامل سعادتنا وفخرنا وحبنا ويعني تحياتنا كلنا للمنتخب المغربي، لكن انا غيران، والله العظيم غيران، واي واحد بيحب البلد دي لازم يغير. انت لو ما غيرتش كمسؤول، انت ايوه حضرتك لو ما غيرتش يبقى في حاجه غلط.
لو ما غيرتش من اللي احنا بنشوفه من المغرب في كاس عالم وان هم يوصلوا للمرحله دي، يبقى انت ما عندكش اي نوع من انواع الضمير. بمنتهى الوضوح، بمنتهى الوضوح انا بتكلم على منظومه كره القدم في مصر. والواحد غيران اكتر لان اقسم بالله احنا عندنا الامكانيات. منتخب المغرب ده بالمجموعه اللي موجوده دي احنا كسبناهم تقريبا، الماتش الوحيد اللي كسبناه في الادوار الاقصائيه في بطوله الامم الافريقيه الاخيره 2-1، ما عدا ذلك كل ماتشات ضربات جزاء. فاحنا كسبناهم، احنا نقدر، عندنا اللعيبه المميزه، ها عندنا كل حاجه. مصر تتقدم في جميع المجالات الا كره القدم، الا كره القدم. فعايزين نشوف الحل فين، العلاج ايه، ازاي نقدر ان احنا نعمل الحاجات اللي زي دي. ودي رساله من المغرب، من المنتخب المغربي بكل القائمين عليه بالمنظومه بالكامل، ان مفيش حاجه اسمها مستحيل في الكوره، بس في حاجه اسمها انك لازم يكون عندك ضمير واخلاص وتشتغل. الناس في المغرب عملوا ايه؟ ها كان عندهم وحيد خليلوزيتش. وحيد خليلوزيتش ده مدرب كبير جدا، قعد معاهم سنه ولا اتنين، الراجل كون المنتخب بشكل كويس، بس عنده خلافات مع بعض اللاعبين مش عارف ايه. فالمسؤولين عن الكره في المغرب قال لك احنا هنعمل مجازفه، ومجازفه محسوبه. هنمشي وحيد خليلوزيتش قبل شهرين من انطلاق بطوله كاس العالم، وهنجيب واحد احنا مجهزينه صح اللي هو وليد الركراكي، اللي تدرج بشكل مميز جدا واللي خد شهادات مميزه جدا ودرس، ونجيبه نحطه مكانه. مش جابوه بقى عشان مثلا المدير المالي في الاتحاد المغربي قال لرئيس الاتحاد المغربي اصل احنا ما عندناش دولارات، لا هم جابوه عشان عارفين ان ده هينجحهم. فهنا الفارق وهنا المقارنه اللي لازم تاخد بالك منها. ناس مشت مدرب اجنبي جابوا واحد وطني يستحق التواجد فنجحوا وماشيين بسيستم، وناس احنا هنا في مصر بنديرها بعشوائيه في الكور، في عشوائيه كده في الاداره بمنتهى الوضوح، في عشوائيه لو انا دلوقتي عندي كيروش عندي خلافات معاه، امشي يا كيروش انت وحش، امشي يا كيروش. نجيب مين يا جماعه؟ تعالى يا مدير يا مالي، دي تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، احنا ما نجيبش حاجه من عندنا. تعالى يا مدير يا مالي اما اقول لك. نعم يا فندم، انا دلوقتي عايز اجيب مدرب اجنبي، عندها دولارات ولا لا؟ لا دولارات منين؟ احنا ما عندناش دولارات. خلاص يا كابتن ايهاب جلال تعالى امسك المنتخب، احنا ماشيين كده، احنا ماشيين كده. جه الكابتن ايهاب جلال قعد اسبوعين ما عجبهمش، مشي الكابتن ايهاب جلال، هوب الدولارات ظهرت. جبت ميكالي مدرب اجنبي المنتخب الاولمبي، جبت فيتوريا مدرب اجنبي لمنتخبنا الوطني الاول، جبت خبير تحكيم كلاتنبرج كمسؤول عن منظومه التحكيم في مصر، الدولارات فجاه ظهرت. ده دليل على ايه؟ على مدى العشوائيه اللي احنا بندير بيها الكره في مصر. فابوس ايديكم، غيروا غيروا على اسم بلدنا، غيروا على اسم بلدنا. احنا تاريخنا كبير جدا في الكوره، احنا ما نقلش على المنتخب المغربي، احنا بنحب المغرب جدا وفرحانين ليهم جدا جدا، بس غيرانين على بلدنا. نفسنا ان احنا نوصل للمرحله دي، احنا مش قليلين، احنا بنتقدم في كل المجالات واخدنا خطوه خطوه، ناقص لنا الكوره. اتمنى ان الخطوات الاخيره اللي خدناها في الكوره من خلال الاتحاد المصري ومن خلال مدرب جديد جه ابتدى بدايات مبشره، نتمنى ان هو ينجح فيها، واتمنى ان احنا نكون ماشيين في نفس الطريق اللي زي ده. ما عندناش غير محمد صلاح بصراحه هو اللي رفع راسنا يعني. النهارده كان في مؤتمر مهم جدا في النادي الاهلي للاعلان عن الراعي الثالث للنادي وهو شركه جي ال سي. وكالعاده مؤتمرات النادي الاهلي منتهى الشياكه، منتهى الرقي، منتهى التحضر، منتهى التنظيم. صوره حلوه، انتوا شايفين صوره حلوه اهي، واخدين شايفين، شايف التنسيق. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، السيد رئيس شركه جي ال سي او يعني المسؤول عن الشركه، تمام، وكمان المدير التنفيذي في النادي الاهلي دكتور سعد شلبي، ومدير التنفيذي للشركه بتاعت جي ال سي، الناس موجود، رؤساء النادي او رؤساء الشركه واقفين وراه بيشوفوا عمليه التوقيع، الامور ماشيه بالبروتوكول المعتاد بالشكل المميز بحاجه شيك قوي 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 قوي. وده ثالث مؤتمر بالنسبه للنادي الاهلي بثالث راعي. فبصراحه النادي الاهلي انا يعني الواحد بيفتخر بصراحه ان هو بيشوف الكلام ده في النادي الاهلي، وحاجة مش جديدة على النادي الأهلي، لكن تمسك الرعاة بشكل غير يعني مش عايز أقول غير مسبوق، لأن دايما الرعاة دايما ورا النادي الأهلي ودايما بيتهافتوا على رعاية النادي الأهلي، بس قصدي بشكل كبير جدا جدا منافسة كبيرة على إنك ترعى النادي الأهلي. ده اللي يدل على مدى قيمة هذا النادي وعظمته ومدى يعني
الانجازات اللي بيقدر يحققها والنتائج اللي بيقدر يوصل لها والمحافل اللي بيشارك فيها ومدى جماهيريته وشعبيته اللي هي الاكبر في مصر وفي الوطن العربي والشرق الاوسط. يعني الاهلي ليه جمهور في كل حته في العالم، الاهلي اكتر من اكتر الانديه اللي فيه تفاعل ليها على السوشيال ميديا، النادي رقم 5 تقريبا على العالم، يعني على العالم. ها، فطبيعي ان يكون ده الناتج، طبيعي ان احنا نشوف الحاجات اللي زي دي. فدي كلها امور تدعو اي واحد اهلاوي للفخر، تخليك تفخر كده بتشوف الاهلي بالمنظر ده، لازم تبقى مبسوط ولازم تبقى فرحان يعني. فخطوه من ضمن خطوات المميزه جدا جدا، ان شاء الله نتمنى التوفيق في هذه الشراكه الرائعه ما بين النادي الاهلي وشركه جي ال سي، بخلاف طبعا الرعاه الاخرين اللي تم الاعلان عنهم على مدار الاسبوعين اللي فاتوا. لكن كمان النهارده كان في كلمه مهمه جدا جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والكلمه هنذيع منها جزء بس، جزء مهم قوي برضو لان في رسائل عديده اتمنى ان الناس تاخد بالها منها، واتمنى ان الناس تحاول يعني تحقق احلام المصريين من خلال هذه الرسائل اللي ممكن يقولها الكابتن محمود الخطيب، واللي ناس كتير جدا قالتها على مدار الساعات اللي فاتت والايام اللي فاتت من ساعه ما المنتخب المغربي الشقيق بيعيشنا هذا الحلم. نروح نشوف جزء من كلمه الكابتن محمود الخطيب ونرجع مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية السيد محمد أمين الحوت جي ال سي، السادة الحضور بالكامل، بستأذنكم الأول إن أنا مش عايز أتكلم في موضوع مؤتمرنا دلوقتي، عايز أتكلم في حاجة يجب إن إحنا كلنا نحط الضوء عليها ونسلط الضوء عليها، لأن حاجة يعني أسعدتنا جميعا كعرب، حاجة شرفتنا كلنا كأمة عربية. بستأذنكم ان احنا الاول نقدم التهنئة الحقيقة من القلب وتحية واجبة للمنتخب المغربي، المنتخب العربي الشقيق. اللي شرف الحقيقة كل العرب وقدم مستويات رائعة جدا جدا وحقق انجاز تاريخي في كأس العالم. وأثبت حاجة مهمة، مش بس المهم النجاحات في الفوز، لكن قبل الفوز ده كان فيه إيه؟ أثبت إن الكرة العربية بالتخطيط الجيد، الكرة العربية والانضباط بالانضباط والالتزام والاحترافية في العمل والروح العالية والثقة في النفس تقدر تصل، يعني تصل وتنافس أعلى المستويات العالمية. مبروك تاني وتالت لكل الجماهير المغربية الشقيقة، مبروك لكل المسؤولين في الحكومة المغربية بصفة عامة والمسؤولين عن الرياضة والمنظومة الكروية بصفة خاصة. طبعا كل أمنياتنا بالتوفيق بإذن الله، بإذن الله في اللي جاي إن شاء الله كمان، مع أنهم يعني وصلوا مرحلة الحقيقة يعني زي ما ابتديت كلامي، مرحلة تسعدنا وتشرفنا جميعا كأمة عربية. كمان عايز أهنئ دولة قطر، دولة قطر الشقيقة اللي أبهرت العالم كله في تنظيم البطولة. حقيقة قطر قدمت مستويات رائعة في كل حاجة، كل حاجة معمول حسابها من أول ما تحط رجلك في الطيارة وانت رايح لقطر لغاية ما ترجع، كل حاجة معمول حسابها، معمول حسابها بشكل مبهر الحقيقة. ويمكن ده بيخليني أقول بكل وضوح إن قطر صعبت المهمة على أي دولة هتنظم كأس العالم بعد كده. اللي حصل الفترة الأخيرة دي في قطر هيصعب المهمة، اللي قدمته قطر للعالم كله هيصعب المهمة على أي حد ممكن ينظم، أي دولة ممكن تنظم كأس العالم. لازم تدرس اللي حصل في قطر وإزاي تدرسه عشان إزاي إن هي كمان تعمل زيه. الحقيقة قطر من خلال كأس العالم قدمت صورة مبهرة عن دولة قطر للعالم كله، العالم كله بيتفرج على قطر دلوقتي. هنا عايز أهنئ كل المسؤولين في قطر وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والحكومة القطرية، اللي قدروا من خلال حدث رياضي عالمي
يقدموا قطر للعالم بصورة غير تقليدية، بصورة يعني الحقيقة تشرف الأمة العربية كلها. بأن كمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم على مجهوده اللي أنا لمسته عن قرب. الحقيقة الراجل ده ما كانش بينام لغاية ما الدنيا توصل دي المرحلة اللي احنا شايفينها دلوقتي. الحقيقة أنا سعيد جدا بقطر وبالمغرب، وأعتقد أن كلنا سعداء بيها جدا. الناس الحقيقة قدموا حاجة فعلا تشرف الكرة العربية، وأثبتوا كمان على أرض الواقع، مش بالكلام، أثبتوا على أرض الواقع أن الدول العربية قادرة على إثبات وجودها في أي وقت، وقادرة على منافسة فنيا وتنظيميا، وقادرة أيضا على أنها تقدم الأفضل. والحقيقة قطر شرفتنا وقدمت مش بس الأفضل، الأفضل والأروع والمبهر للعالم كله. في النهاية عايز أقول حاجة مهمة، أتمنى بقى الإنجاز اللي حصل ده من دولتين شقيقين المغرب وقطر يكون أو يعني يكون دافع للأمة العربية كلها. إحنا كمان بقى كان مفروض إن إحنا نعيد حساباتنا الحقيقة في أمور كثيرة خاصة بالمنظومة الرياضية، لأن مصر كبيرة جدا، مصر أم الدنيا، مصر تستحق مكانة رياضية أفضل بكتير جدا، خاصة إن الدولة بقيادة السيد الرئيس الحقيقة بتدعم، بتساند، ما بتتأخرش، ما تستنى، يعني مش يعني ما تأخرش على أي أمر ممكن يطور الأداء في كل المجالات. كمان عايز أقول إن مصر هي أول دولة أفريقية، أول دولة عربية تصل لكأس العالم كان سنة 34. بس احنا مش عايزين نعيش على التاريخ، احنا محتاجين نشتغل بجد كويس ونعيش الواقع اللي احنا عايشين فيه. اهلا بحضراتكم مرة تانية. لسه عايشين اجواء طبعا انتصار المغرب على البرتغال والتأهل لنصف نهائي كاس العالم. انتم متخيلين الكلمة او الجملة نفسها، المغرب في نصف نهائي كاس العالم، فريق عربي افريقي في نصف نهائي كاس العالم، حاجة وحدث كبير جدا جدا بالنسبة لنا كلنا كعرب. فبالتالي خلينا نقرب من الصورة شوية في المغرب وما يحيط كمان بالمنتخب المغربي، وإزاي قدر المنتخب المغربي يوصل لهذه المرحلة اللي ما كانش حد يتخيل الوصول إليها يعني. فنروح عبر سكايب للأستاذة هاجر بخكيك، صحفية بموقع البطولة المغربي. يا هاجر مساء الفل. مساء الخير ومساء الخير على كل الشعب المصري والعربي كذلك. أهلا بك يا هاجر، احنا فخورين جدا ومبسوطين قوي 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 وعايشين حلم معاكم. بنشوف المنتخب المغربي بمنتهى الاستحقاق والجدارة بيوصل لنصف نهائي كاس العالم. الأول عايزك توصفي لي شعورك كواحدة مغربية، وفي نفس الوقت اشرحي لي ازاي الإنجاز ده اتحقق. أولا ربنا يخليك، شكرا. لهذا تأهل ليس للمغرب فقط، لكنه تأهل لكل العرب والقارة الأفريقية كذلك. يمكن أن أقول أن هذا مثل الحلم ولا نريد الاستيقاظ منه ليس لي فقط ولكن للشعب المغربي بأكمله، سواء الجماهير أو متتبعي الشأن الرياضي خاصة والكل. صراحة لم نكن نتوقع الوصول للنهائي، كان حلم والحمد لله تحقق، والآن نطمع في الوصول للنهائي إن شاء الله. وإن شاء الله نشرف الكرة المغربية ونواصل كتابة التاريخ لنا نحن المغرب ولكل العرب والأفارقة كذلك إن شاء الله. إن شاء الله هو إنجاز ما يحسبش بس المنتخب المغربي كجهاز فني ولاعبين، لكن هو أكيد يحسب للمنظومة يعني المنوطة بالإشراف على كرة القدم في المغرب بشكل كامل، يعني المنظومة كلها أكيد خططت للوصول لهذه المرحلة. قولي لي الأمور بتبقى ماشية إزاي خططتوا، وزي ما أنت بتقولي مثلا ما كانش حد يتوقع هناك في المغرب إن المنتخب يوصل لنصف النهائي. أقصى طموح كان في الشارع الرياضي المغربي لحد فين في كأس العالم؟ صراحة كان ذلك من الجزء الأخير ديال السؤال اللي هو الطموح ديال الجماهير المغربية، اللي كانت طموحنا هو إعادة إنجاز 86 للمكسيك اللي هو
الوصول للدور الثاني من المونديال. الحمد لله، يمكن أن أقول أنه من بعد التعادل أمام كرواتيا في دور المجموعات بدأ الطموح يكبر شيئا فشيئا، تمام. لأننا تعادلنا أمام وصيف بطل العالم، وهذا ليس بشيء سهل. رأينا كرواتيا ماذا فعلت أمام المنتخبات الأخرى، بعدها جاءت بلجيكا، بعدها كندا، ثم إسبانيا. الحلم بدأ يتحقق وكل شيء ممكن مع المنتخب المغربي. تحدثت عن المنظومة، أكيد هناك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أكيد. برئاسة السيد فوزي القجع، أكيد هناك عمل كبير، هو من يخطط لكل كبيرة وصغيرة لإنجاح الكرة المغربية، ليس فقط كرة القدم، كرة القدم للرجال، نرى كرة القدم للسيدات التي أنجزت هي كذلك، كتبت التاريخ. نرى كرة القدم داخل القاعة، نرى جميع الفئات وجميع الرياضات، ليس فقط كرة القدم. هناك أكيد هناك شغل كبير، هو من عين بالطبع الناخب الوطني وليد الركراكي خلفا للبوسني خليل الوزيتش، هو من كل شيء مخطط له. أكيد هذا التأهل ليس بالصدفة، ايوه بالظبط طبعا، هو نتيجة عمل كبير و عمل وإدارة غير عشوائية، ده أمر مؤكد وواضح جدا جدا نعم بدليل أكيد النتيجة اللي موجودة دلوقتي. أكيد السيد فوزي الأقجع أكيد له دور كبير جدا، ولما بيجي يخطط مش بيخطط عشان يجامل فلان أو علان، هو بيخطط لمصلحة الكرة المغربية، والنتيجة واضحة برضو نعم قدامنا. فبالتالي هتكلم معاكم عن الحلم الأكبر، وخصوصا إن سقف الطموحات بيزيد واحدة واحدة يوم عن التاني. كلنا دلوقتي بنفكر ليه لأ المغرب ما تكسبش فرنسا بطلة العالم، ماتش طبعا صعب جدا، فريق فرنسا أو منتخب فرنسا من أقوى المنتخبات، وأعتقد هم أقوى منتخب هيواجهوا المنتخب المغربي من بداية البطولة. لكن في نفس الوقت إحنا عندنا ثقة كبيرة قوي قوي في المجموعة اللي موجودة مع وليد الركراكي. فهل الناس موجودة دلوقتي في المغرب زينا كده بيحلموا بأن ممكن يتم تخطي عقبة المنتخب الفرنسي ومن ثم التواجد في المباراة النهائية؟ أكيد بعد كل مباراة الحلم يكبر. إحنا هنا في المغرب كنا نقول قبل كل مباراة، قبل مباراة بلجيكا، قبل مباراة إسبانيا، نقول فقط هذه المرة نريد أن نتأهل، فقط هذه المرة نريد أن نفوز فقط. لكن بعد ما تغلبنا بالأمس على البرتغال وبلغنا المربع الذهبي، نقول لما لا نفوز على بطل فرنسا. وإذا كان بطل فرنسا، نحن تغلبنا على إسبانيا رغم أننا كنا نقول منتخب إسبانيا إنه قوي وهذا طبعا هذا، ولكن نحن كذلك لدينا لاعبين جيدين، لدينا فرنسا لديها مبابي، نحن كذلك لدينا أشرف حكيمي يلعب طبعا معه في باريس سان جيرمان، لدينا لاعبين ينشطون في دوريات أوروبية قوية وبصموا على مستويات كبيرة، ولما لا نحن كذلك بإمكاننا أن نتغلب على بطل العالم اللي هو فرنسا ونبلغ لما لا نهائي إن شاء الله كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز. أكيد كما نقول إذا اشتغلت بجد ستجد النتيجة بكل تأكيد، والنخبة الوطنية أكيد ستستعد لهذه المباراة بكل ما لديها، ستقدم كل ما لديها، لأن حلمها كما يقول الركراكي في أي تصريح وفي أي ندوة صحفية قبل أي مباراة، نحن نحلم، ولما لا هذا الحلم لا يصبح حقيقة، وإذا اشتغلنا فبإمكاننا أن نحقق هذا الحلم، وهذا ما كان في جميع المباريات السابقة، ولما لا يكون إن شاء الله في المربع الذهبي كذلك. ان شاء الله باذن الله. هاجر، طب النقله اللي حصلت يعني برحيل وحيد خليل وزيتش تقريبا قبل بطوله كاس العالم بشهرين على ما اتذكر، يعني النقله اللي تحصل زي كده اكيد ليها حسابات محدده، ممكن يكون الناس المسؤوله او فوزي الاقجع كان حاسبها بشكل واضح جدا وبشكل جيد، فبالتالي دي كانت النتيجه. لكن هل كان في ثقه في الشارع المغربي في وليد الركراكي ان هو يمسك المنتخب ويقود منتخب المغرب في اكبر محفل وهو بطوله كاس العالم؟ صراحة كانت هناك ثقة، ولكن ليست ثقة كبيرة كما التي هي اليوم التي يضعونها اليوم في الناخب الوطني. كانت هناك ثقة لأنه قبل أيام كان قد حقق اللقب الأفريقي مع الوداد، والجماهير كلها شافت ما قدمه وليد الركراكي وقاد الوداد لتحقيق اللقب القاري، فأكيد لما لا نضع فيه الثقة. ولكن كان هناك تخوف لأنه قبل 3 أشهر أو شهرين الانطلاق كأس العالم،
العام كان هناك تخوف لأنه سبع لاعبين بعض اللاعبين الجدد كنا متخوفين من وكان المجموعة بقالهم التي فترة كنا بعيد عن منسجمة. المنتخب. كان بقالهم فترة، كان بقالهم فترة بعيد عن المنتخب يعني. نعم، مثل زياش أو بالظبط. حمد الله، وهناك كذلك شديرة الذي أو الخنوس الذي أول مرة يستدعى للمنتخب المغربي، فكان هناك تخوف من المجموعة ألا يكون هناك انسجام أو يؤثر ذلك على مردودهم على أرضية الملعب، ولكن الحمد لله كان العكس. وليد جلب الروح القتالية والروح الوطنية والانسجام بين المجموعة، وهذا شفنا التأثير ديالو على أرضية الملعب. ربما كذلك هذيك الروح الوطنية اللي عنده لأنه مدرب مغربي ويقود منتخب بلاده في المونديال، ربما هذا الروح الوطنية كذلك لعبت دور كبير في هذا الإنجاز التاريخي. أكيد إن شاء الله الإنجاز يكمل على خير وبشكل أفضل كمان من كده، وعندنا ثقة كبيرة جدا. بس خليني أستغل فرصة إنك متواجدة معايا وأسألك على الإصابات في المنتخب المغربي. امبارح شفنا إصابتين، رومان سايس وحكيم زياش، مدى يعني إمكانية لحقهم بمواجهة فرنسا في نصف النهائي؟ لا صراحة لا يمكن الحديث عن إمكانية حضور لاعب أو غيابه رغم إصابته. احنا منذ انطلاق البطولة نرى أن حكيمي هو مصاب ويلعب، بالضبط صح. نرى سايس كان كذلك مصاب ويلعب، نرى العديد من الإصابات، مزراوي كذلك وأجرد لذاني غابة على آخر مباراة يوم أمس كذلك كان مصابا، يعني اللاعبين يتجاوزون هاجس الإصابات ويلعبون من أجل البلد ومن أجل تحقيق هذا الإنجاز. أكيد هناك إصابات، بالأمس لم نرى نايف أجرد ونصر مزراوي، تم تعويضهما بيحيى عطية الله كان يحيى عطية الله بالضبط. وجواد اليامق. عندنا اللي مؤكد هناك مزراوي ونايف أجرد. نعم سايس بالأمس لم يستطع من إكمال المباراة، صراحة هناك شكوك، ولكن هناك أيام اليوم الأربعاء من الممكن أن يستعيد عافية. إن شاء الله لماذا؟ بإذن الله. إن شاء الله. من غير هاد اللاعبين الحمد لله، ونتمنى ان لا تكون هناك اصابات وان يكون الجميع في جاهزيته لتحقيق الفوز ان شاء الله. باذن الله يا هاجر، انا بشكرك شكرا جزيلا وببارك لك، وانقلي كل تحياتنا كقناه النادي الاهلي وكشعب مصري بالكامل لكل الاشقاء في المغرب، والف الف مليون مبروك، وان شاء الله تكملوا لنا الحلم بشكل افضل من كده كمان وبانجاز تاريخي باذن الله. نشكر هاجر بخيك طبعا صحفية بموقع البطولة المغربي، وكانت معانا هناك من كازابلانكا واتكلمنا معاه في تفاصيل المنتخب المغربي. ونشوف النهاردة الراجل فوزي لقجع حقه رجع له، يعني المشكلة كانت عندنا احنا، احنا اللي بنخبي الجوابات للأسف الشديد. خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد اتكلمنا على المغرب والاحتفالات الكبيره والسعاده الغامره عند الشعب المصري والوطن العربي بالكامل بتاهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كاس العالم. دلوقتي جه وقت ان احنا نطمن جماهير النادي الاهلي على استعدادات الفريق لمباراه الاتحاد المقبله في بطوله الدوري، بطوله اكيد مهمه بالنسبه لنا، بقى لنا سنتين ما فيش توفيق خالص ان احنا نفوز بالبطوله، فبالتالي استعدادات مستمره في اطار طبعا البدايه المميزه جدا مع كولر على مختلف المستويات، يعني سواء محليا دوري وكاس ماشي بشكل كويس جدا، انتصارات متتاليه، وافريقيا كمان البدايه كانت بانتصارين سواء ذهابا او ايابا على الاتحاد المنستيري التونسي، فبالتالي ماشي بشكل رائع بخلاف طبعا بطوله السوبر على حساب نادي الزمالك. مهم قوي ان انت تستمر على هذا المنوال، مهم قوي ان انت تحاول بشكل مبكر تجمع اكبر كم ممكن من النقاط عشان يعني تكون استوعبت الدرس الكبير قوي قوي اللي حصل معاك اخر سنتين. بالمناسبه لان في ناس برضو بتتكلم عن الجزئيه دي، احنا السنه اللي فاتت مع موسيماني ابتدينا تقريبا على ما اتذكر لو انا فاكر صح سبع انتصارات متتاليه وفي الاخر خسرنا الدوري، فلا فمهم التركيز ونفضل مستمرين بالشكل ده، وان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في فرقتنا. استعدادات مستمره، النهارده مران ختامي بيجرى في هذه اللحظات، خلينا نقرب من الصوره بشكل اكبر ونعرف ان محمد توفيق زميلنا العزيز ومن رئيس القناه الاهلي في مقر النادي الاهلي بالجزيره استاذ مختار التتش يطمنا بشكل اكبر على الاستعدادات النهائيه لمباراه الاهلي غدا امام الاتحاد السكندري. يا توفيق مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بك يا توفيق، ايه الاخبار عندك؟ طمنا الاجواء ماشيه ازاي، استعدادات النادي الاهلي ومدى جاهزيه اللاعبين لمباراه الغد.
يعني خلينا نبدا امير بالنقطه اللي انت كنت بتتكلم فيها حالا دلوقتي وانا معاك على الهوا، وهي التركيز. ان اول مباريات، يعني اول 5 مباريات الحمد لله النادي الاهلي حقق فيهم العلامه الكامله. يمكن اول حاجه كانت في استعداد النادي الاهلي لمباراه الاتحاد غدا ان شاء الله، المباراه المؤجله من الاسبوع الرابع، كان اجتماع من مستر مارسيل كولر وكابتن سعد حفيظ بكل اللاعبين. يمكن ده كان على طول ثاني يوم خلاص حفظنا خلاص سيستم مارسيل كولر، ان ثاني يوم الماتش على طول بقى في تدريب استشفاء خفيف للمجموعه اللي لعبت، وبقيه المجموعه كمان بتخوض مران قوي، وبعد كده بقى في يوم اجازه، وبعد كده بيوصل للسادات. اول حاجه كانت موجوده كان محاضره واجتماع مع اللاعبين اتكلم فيها المدير الفني ومدير الكره كابتن سعد حفيظ عن اهميه هذه المرحله، واهميه ان احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا كل الماتشات القادمه بمثابه كؤوس تحقيق الفوز فيها، مش بس اول 5 مباريات، لا انت محتاج، انت مع عندك كان اتكلم في 34 مباراه خلال مسيره الدوري، انت محتاج تكسب اكبر عدد ممكن منهم. احنا لسه ما عملناش حاجه، كسبنا 5 ماتشات، لكن النادي الاهلي هدفه اكبر يا امير، وهو عوده بطوله الدوري لمكانها الطبيعي في النادي الاهلي بالجزيره باذن الله رب العالمين. فريز يمكن خد راحه الجمعه، يوم السبت بالامس كان على طول في تمرين صباحي كان قوي جدا، الجزء الغالب فيه كان الجزء البدني. النهارده كمان الفريق زي ما انت قلت بيختتم استعداداته، طبعا استعدادات النهارده ابتدت برضو بمحاضره فنيه للجهاز الفني في غرفه المحاضرات استمرت لاكثر من 30 دقيقه، ومن بعدها على طول انتقل اللاعبين للملعب. يمكن التمرين بدا ببعض التمرينات البدنيه القويه جدا النهارده يا امير للمباراه، الحمد لله شهدت مشاركه جميع اللاعبين، الحمد لله الفريق كل اللاعبين عادوا موجودين بشكل طبيعي جدا في المران، حتى عمار حمدي موجود، كل اللاعبين موجودين، محمود متولي بيشارك بشكل طبيعي جدا، حمدي فتحي بيشارك بشكل طبيعي جدا. الغياب الوحيد بس وان شاء الله يكون معانا قريب جدا هو طاهر محمد طاهر، هو ده الغياب الوحيد لفريق النادي الاهلي باستثناء طاهر، كل اللاعبين موجودين حالتهم الفنيه والبدنيه. وكمان في حاله حلوه جدا يا امير شايفينها في الملعب ولامسينها، الحاله ما بين اللاعبين، الاجواء، كل دي حاجات انت اكيد شايفها وعارفها، يعني دي الحاجات اللي بتوريك الفريق البطل وشكل الفتره القادمه ان شاء الله هيكون ازاي. الحاله المعنويه اللي ما بين اللاعبين اكثر من رائعه، يعني في هذه الاثناء واحنا بنتكلم خلاص الفريق بيختتم استعداداته زي ما انت قلت لمباراه الغد باذن الله رب العالمين. على طول يعني هيبقى في تقسيمه هيختتم بها المران، ومن بعدها ان شاء الله يعني الفريق هيخش في معسكر مغلق في احد فنادق القاهره القريبه من ملعب المباراه، ملعب الاهلي والسلام، استعدادا ان شاء الله لانطلاق المباراه غدا، المباراه المؤجله الاسبوع الرابع مع الاتحاد السكندري. كل الامنيات والتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يكون في فوز ثالث على التوالي، وان شاء الله يستمر النادي الاهلي الى نهايه البطوله على قمه المسابقه يا امير. طيب بشكل سريع يا توفيق قبل ما اختم معاك، انت كلمتني على محمود متولي، عايز اعرف مدى جاهزيته البدنيه بس ان هو يخش القايمه، يعني هل خلاص هو جاهز بدنيا بنسبه 100% ولا لا؟ وكمان حمدي فتحي اخر الاخبار ايه، هل ممكن نشوفه ولا لا؟ وايمن اشرف كذلك ومصطفى سعد. يعني باستثناء مصطفى سعد زي ما انت ذكرت، محمود متولي، حمدي فتحي، ايمن اشرف حالتهم الفنيه والبدنيه 100% موجودين وتحت امر الجهاز الفني، ويعني ده حق دخولهم القائمه من عدم، وده حق اصيل للجهاز الفني ورؤيه مستر مارسيل كولر، ولكن من الناحيه الطبيه وناحيه اللياقه هم موجودين بيشاركوا في التمرينات بنسبه 100% وموجودين زيهم زي زمايلهم. اختيار القائمه طبعا زي ما احنا قلنا ده حق اصيل للجهاز الفني، ولكن هم تحت امر الجهاز الفني بدنيا وفنيا، وان شاء الله يكونوا عون لزملائهم في خلال استمرار المسابقه، خاصه انت عارف امير الفتره دي مضغوطه، فان شاء الله النادي الاهلي يحصد العلامه الكامله من كل الماتشات اللي بيلعبها خلال الفتره دي، خاصه احنا داخلين على اكثر من مباراه صعبه، لكن باذن الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي، وان شاء الله زي ما قلت لك النادي الاهلي يفضل متصدر من اول اسبوع زي ما بدا، وان شاء الله لحد كمان اخر اسبوع في المسابقه، وبطوله الدوري ترجع لمكانها الطبيعي في الجزيره يا امير باذن الله. بشكرك يا توفيق، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز محمد توفيق من رئيس قناه الاهلي كان معانا على الهواء مباشره من مقر النادي الاهلي بالجزيره، طمنا على اخر استعدادات الفريق للمواجهه الهامه غدا امام الاتحاد السكندري. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. اروح لفاصل سريع بعدين نكمل، استنونا. طيب سؤال حلقه النهارده كان توقعات حضراتكم لطرفي المباراه النهائيه في كاس العالم، فخلينا ناخد هبه السيد اللي بتقول فرنسا والارجنتين. بالتوفيق لحضرتك استاذ امير، بشكرك جدا يا هبه. كمان ناخد عبد الغني بكر قال المغرب وكرواتيا. دي يبقى نهائي حلو قوي، ان شاء الله المغرب تقدر تفوز فيه يعني. دعاء السيد قالت فرنسا وكرواتيا. يعني دي ابرز التعليقات وتوقعات حضراتكم لنهائي كاس العالم، اكيد نتمنى طرف عربي باذن الله اللي هو المنتخب المغربي يوصل لنهائي هذه البطوله على حساب المنتخب الفرنسي. دي كانت حلقتنا النهارده من الترند، استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى لو كان في العمر بقايا. الى اللقاء.